عن الكريستالاين لينس والديزيز اللي بتسيب الكريستالاين لينس اللي هي الكاترة، اهم حاجه. اوكي، ممكن يجيله كمان حاجه اسمها سبلكسيشن او ديسلوكيشن، لكن مفيش انفلاميشن في اللينس، مفيش حاجه اسمها لينزايتس. لكن في كاتركت اللي هي اوباستي في اللينس، ده موضوعنا. وفي ديسبيسمنت في اللينس اللي هي سبلكسيشن، وفي ديسلوكيشن اوف اللينس، ده بيعتمد على لو حصل اي دامج للزونيولز او السسبنشن. لما نيجي نعرف الكريستالاين لينس بنقول عليها ايه؟ عايزكم بقى هنا نركز مع بعض كده، ان الكلام كله منطقي ما فيهوش حفظ كتير. شكلها ايه؟ It is biconvex. هل اللينس دي ممكن تبقى اي حاجه غير شفافه؟ لازم تكون شفافه. يبقى It is a biconvex transparent. حاجه ثانيه، لو حاجه ترانسبيرنت ينفع يعدي فيها بلاد فيسلز، ارتريز وفيز وكابيلاريز؟ ما ينفعش. يبقى ايه اصلا؟ شكلها biconvex. يبقى It is a biconvex transparent avascular structure. دي اول حاجه بديهيه جدا. لازم وانا بعرفها بقول هي مكانها فين في العين. انت عارفين الاي، الاي بول او الاي جلوب، بوكله العين. لازم اقول احنا اتكلمنا عن اللايرز اللي قلنا الاوتر لاير والميدل لاير والانر لاير. هي مكانها فين بقى؟ situated between the iris anteriorly and the vitreous posteriorly. The vitreous هو السائل الجل اللي بيملى الكافيتي بتاعت العين، posterior 5/6 of the eye globe. يبقى دي الديفينيشن. طب هل هي عايمه كده ولا زي ما احنا قلنا من شويه suspended in place by the suspensory ligaments of the lens؟ اوكي، يبقى it is a biconvex transparent avascular structure situated between the iris anteriorly and the vitreous posteriorly. تمام، و suspended in place by the zonules of the suspensory ligaments of the lens. دي الديفينيشن بتاعتها. في امل ولا خلاص؟ طيب الجروس اناتومي بتاع اللينس. اللينس لو عايز اشبهها بحاجه احنا بنشوفها كده يعني في الحياه، ها، بايه؟ عارفين الترمسه؟ الترمسه من ناحيه ايه؟ مش من ناحيه الحجم، من ناحيه انها باي كونفكس وانها جوه كبسوله. اللينس برضه باي كونفكس وجوه كبسوله، لكن طبعا هي اوبيك والترمسه دي ريجيد، لكن اللينس ممكن تغير الشيب بتاعها. طيب يبقى اللينس معموله من كبسول اللي هي القشره بتاعتها، ومعموله من كورتكس، ومعموله من نيوكليس. من ناحيه بقى قشره وكورتكس ونيوكليس زي اي ثمره، زي مثلا مع الفرق طبعا في الحجم، زي البرقوقه ليها قشره وليها كورتكس اللي هي الحته اللي بناكلها، وليها النيوكليس اللي هي الجسم. اللينس في النيونيتال لايف، اوكي، ما يبقاش فيها اكشوال نيوكليس، هارد نيوكليس، فيري سوفت نيوكليس. ومع تقدم السن كويس، من امبريونيك لانفانتاري وهكذا لغايه لما نوصل للادلت نيوكليس اللي هو بيبقى هارد زي بذره الثمره. دي الصورة بس اللي احنا قلناها، ده سكشن كده الايريس يعني، والزنيوز تبقى طبعا رفيعة جدا وترانسبيرنت وماسكة بين السيليري بودي والإكويتر اللي هو الإيدج أوف ذا لينس. يبقى لو قلنا الجروز أناتومي قلنا معمولة من كبسول و معمولة من كبسول anterior cortex والنيوكليوس والبوستيريور كورتكس. اوكي، السنتر اوف ذا انتيريور بورت اوف ذا انتيريور سيرفيس اسمه ذا انتيريور بورت، وكذلك السنتر اوف ذا بوستيريور سيرفيس اسمه ذا بوستيريور بورت. انا بقول ده ليه؟ عشان لو حصل اوباسيتي في السنتر اوف ذا انتيريور بول او انتيريور سيرفيس يبقى اسميها انتيريور بولر كاتاركت. لو حصل اوباسيتي في السنتر اوف ذا بوستيريور سيرفيس هسميها بوستيريور بولر كاتاركت. كاتاركت على طول تساوي اوباسيتي. تمام، الإكويتر هو الإدج. المانيول أناتومي ليها هاي إلاستيك كبسول
والكبسول ده الجزء الأمامي بس الأنتيريور كبسول بس هو ديلاين باي سب كابسولر إبيثيليوم. يبقى السب كابسولر إبيثيليوم ده لايننج الأنتيريور كبسول لغاية الإكويتور. تحت البوستيريور كبسول مفيش سب كابسولر إبيثيليوم. والجزء اللي عند الإكويتور اللي هو الإكواتوريال سب كابسولر إبيثيليوم هو اللي مسؤول عن السكريشن أوف لينز فايبرز. اللينز فايبرز دي بتبقى سكريتد من الإكويتور داير داير. الفايبرز اللي جايه من تحت ومن فوق بيعملوا ارتكيوليشن. احنا خدنا في الاناتومي سنه اولى وثانيه ان اي حاجه ارتكيوليتنج مع بعض زي مثلا السكال بونز بتسميها ايه؟ سوتشرز. اوكي؟ فمطرح الارتكيوليشن بتاعت اللينس فايبرز اسمها سوتشرز. السوتشرز دي شكلها في الانتيريور كورتكس شكلها واي شيب معدوله ايركت، وفي البوستيريور كورتكس شكلها واي شيب برضه بس انفيرتد مقلوبه. الزونيولز دي زي ما قلنا بتكستند من السيليري بودي للإدج أوف ذا إكويتور أوف ذا لينس. لو جزء منها اتقطع هتبقى اللينس في الجزء اللي مقطوع فيها زونيولز مش ثابتة بتتحرك اسمها سب لانسيشن. أوكي؟ بعرف ازاي حركة اللينس دي لما العين بيحرك عينه هي اللينس بتقعد تبقى تريمولوس وبالتالي الأيرس كمان تتحرك فيها. احنا قلنا هي ورا الأيرس على طول، فهي وهي بتخبط في الأيرس ممكن نلاقي تريمولوس أيرس. فلو لقيت تريمولوس أيرس دي من علامات السبلكسيشن. لو التورن زونيولز جزء كبير جدا والبيبل دايليتد ممكن اشوف الادج اوف ذا لينس. لو الزونيولز كلها اتقطعت ايه اللي هيخليها في مكانها؟ مفيش حاجه ماسكاها فهيخليها ديسلوكيشن. اشهر مكان للديسلوكيشن بوستيريور ديسلوكيشن تقع في الجسم. لكن لو في كونجنتال انوميلي اسمها مايكرو سفيرو فيكيا، المايكرو يعني صغيره جدا، سفيرو يعني سفيريكال وفيكيا يعني لينس، كلمه فيكوس يعني لينس، فممكن يحصل لها ديسلوكيشن في الانتيريور تشامبر. لكن بالحجم الطبيعي صعب انها تعدي من خلال الكيوب. فاغلب الديسلوكيشن بتكون معموله من ايه؟ اللينس معموله من ووتر 65% بروتين اسمهم الفا وبيتا وجاما كريستالينز، بيمثلوا حوالي 34% من اللينس سبستنس، وفي 1% مينرالز. الريفراكت اندكس بتاعت اللينس 1.42. بتاعت الاير كام؟ 1. بتاعت الايكويس كام؟ الايكوس تيومر 1.33، المايه 1.33، والكورنيا 1.37، اللينس 1.42. الباور بتاعت اللينس جوه العين 18، لو خرجتيها نظريا بره العين وقستيها هتبقى حوالي 70 دايوبتر. التوتال باور بتاع العين على بعض كام؟ 60 دايوبتر. اللينس مسؤول عن 18، يبقى الباقيين بقى مسؤول 42 التانيين مسؤول عنهم مين؟ الكورنيا. طب ازاي الكورنيا اللي هي رفيعه خالص كده 42 واللينس اللي هي باي كونفكس وتخينه وثيك والدايمتر بتاعها الثيكنس بتاعتها حوالي 5 ملم ازاي تبقى اقل من الكورنيا؟ ها؟ ازاي؟ عشان كونفكستي يعني لا، عشان الفرق في الريفراكتد اندكس. الضوء وهو ماشي داخل على الكورنيا يبقى جاي من الاير. اوكي، الريفراكتنس بتاع الاير 1 داخل على الكورنيا 1.37، فالفرق كبير. لكن هو قبل يجي اللينس جاي لها منين؟ من الايكوس. من الايكوس قدام اللينس في ايكوس قلنا ايه 1.33 واللينس 1.42، فالفرق ايه؟ قريب جدا. فرغم ان الكورنيا رفيعه جدا الباور بتاعها اعلى بكتير عشان الري جاي من الهواء اللي هو 1 للكورنيا اللي هو 1.37، فرق كبير في الريفراكتنس، فبيحصل مور ريفراكشن للريز. ولذلك برضه لو خرجتيها بره العين هيبقى بقى قدامها هواء مش ايه؟ مش ايكوس، وبالتالي الباور بتاعها ممكن يعلى ل 70 دايوبتر. طيب النيوتريشن، احنا قلنا اللينس ايه؟ ايه فاسكيولار. في الانترايوتراين لايف في حاجه اسمها هايلويد فاسلز، دي بتيجي من السنتر اوف ذا اوبتيك نيرف اللي هو بيطلع السنتر ريتنال فاسلز، بيحصل اكستنشن للهايلويد ارتري يعدي في الفيتريس. كلمه هايلويد يعني فيتريس، بيعدي في الفيتريس لغايه الباك سيرفيس اوف ذا لينس ويعمل حاجه تيونيكا فاسكيولوزا لينس. فاسكيولر لير حوالين اللينس دي نيوتريشن في الانترايوتراين لايف. بعد ما بيحصل البيرث بيختفي الهايلويد ارتري والتيونيكا فاسكيولوزا لينس، ويبتدي اللينس تاخد النيوتريشن بتاعتها من السراوندينج ايكوس. تمام؟ الميتابوليزم في ايروبيك ميتابوليزم في الابيثيليوم عشان الابيثيليوم ده مليان اورجانيلز، لكن في اللينس فايبر اللي هي ما فيهاش اورجانيلز يبقى انيروبيك ميتابوليزم والمين سبستريت هو الجلوكوز بتاخده من الاكس.
وظيفة اللينس أول حاجة طبعاً refractive media together with the cornea. إحنا بنقول العين دي لها two lenses, external lens اللي هي cornea و internal lens اللي هي crystalline lens. يبقى الاثنين دول وظيفتهم مع بعض إن هما يجمعوا rays على الريتنا. لو parallel rays اتجمعت على الريتنا focused يبقى العين دي emit focused. لو parallel rays اتجمعت قدام الريتنا مش على الريتنا يبقى العين دي myope. لو الريز اتجمعت ورا الريتنا يبقى العين دي ايه؟ هايبر ماكرون. طيب الاكومديشن ده بيحصل ايه؟ احنا قلنا في المقدمه ان السيلير بودي ده فيه سيركلر ماسل. لما السيركلر ماسل دي اللي هي جزء من السيلير بودي اللي هو بيدي اتاتشمنت للسنيورز لما كونتراكت يبقى تظهر مش كده؟ طب لما السيركل دي اللي ماسكه فيها السنيورز من جوه تظهر السنيورز هتبقى مور ريلاكس ولا مور تنس؟ مور ريلاكس. مور ريلاكس لان السيركل صغر فلما تبقى مور ريلاكس الشد على اللينس هيقل وبالتالي اللينس هتبقى مور ايه؟ مور كونفكس وبالتالي مور باور. ده اسمه اكوموديشن. عشان اللينس تقدر تغير الشيف بتاعها يبقى لازم الكبسول يبقى فيري الاستيك. ربنا خلق الكبسول فيري الاستيك. اوكي؟ الوظيفه دي او الخاصيه دي في الانسان الطبيعي بيفقدها بين سن 40 و 45 سنة بيفقد الاستيستي بتاعة اللينس ما يقدرش يتغير الشيب بتاعها بسهولة فلما يجي يقرا المفروض ان هو يعمل اكوموديشن عشان يشوف الايه؟ النير فيجن فاللينس مش قادرة تعمل كده فعايز يبعد الحاجة عشان يشوف جراديوال ريسيشن اوف النير بوينت القصة دي اسمها ايه؟ ها؟ بريس بايوبيا بريس بايوبيا هتاخدوها بس انا بقول لكم يعني مقدمة عنها لما الناس تفقد اليونة بتاعتها ما تقدرش تعمل الاكوموديشن دي اسمها بريس بايوبيا وعلاجها نضارة الفرق اللي كانت اللينس تعرف تغيره في قوتها مش قادرة تعمله فلازم اساعدها بنضارة خارجية نضارة اللي كلكم شفتوا مثلا ابهاتكم او جدودكم انهم بيجي يقرا الجورنال او اي حاجة يحط النضارة عشان يشوف نضارة اللي هو كان طول عمره 6 على 6 وطيار لما يجي في سن الاربعينات والخمسينات وطبعا بعد كده ما يقدرش يشوف القريب غير بنضارة القراية. كلمة كثرة يعني ايه كلمة كثرة؟ هنحب دايما ندور على اصل ايه الكلمة. كلمة كثرة كلمة جريك وورد معناها شلال. معناها ايه؟ شلال. مش خدتوا في الجغرافيا ان في نهر النيل في الجنوب كده عند اسوان وبعد كده في السودان الشلال الاول والشلال الثاني والشلال مش خدنا الحاجات دي ولا خدتهاش في الجغرافيا؟ anyway الشلال ده سموها كده عشان اكن في شلال ميه قدام عينك. لو انت في شلال ميه بنوصل طبعا الحاله لما توصل للماتيوريتي لما تبقى كلها اوكي فلما في اكنك بتشوف من خلال شلال ميه يعني اقصى حاجه ممكن تشوفها ايه؟ خيالات. لو في شلال ميه كده بيني وبينكم اقدر اشوف حد بيتحرك لكن تقول لي تعد كام؟ لا مش عارف اعد. اشوف فيتشرز بتاعت وش اميز ده مين ودي مين ما اقدرش لو في شلال ميه بيني وبينكم. فكلمه كاترك معناها ووتر فول او شلال. طيب كلاسيكلي بيقولوا ايه؟ اي لانس اوباسيتي اسمها كاترك. اي لانس اوباسيتي اسمها كاترك. ولكن احنا عارفين وهنعرف لسه اكتر ان قدام اللانس فيه الايرس وقلنا السنتر ابرتشر في الايرس اسمها بيوبل حجمها الطبيعي 3 مللي اللي ممكن توسع في الضلمه ممكن توصل ل 6 7 مللي لكن في الحجم الطبيعي 3 مللي. افرض انا عندي سمول بريفرال اوباسيتي بس الاوباسيتي اسميها كاتراكت ولا عين انت عندك ميه بيضاء؟ لو في سمول بريفرال اوباسيتي نوت افكتنج الفيجن خالص ومش باينه غير لما اوسع البيوبل مفيش داعي ان انا اسبب انزعاج للعين اقول له انت عندك ميه بيضاء لانه سامع ان الميه دي تعمل لها عمليه جاره صاحبه قريبه جاب له ميه وعمل عمليه يبتدي ينزعج فممكن اسبب له انزعاج بدون داعي. فما تبتديش اقول له ان انت عندك ميه بيضاء او كاتراكت غير لو فعلا مأثره على الاوباسيتي. يبقى ده اللي انا بقوله any lens opacity is technically a cataract yet a peripheral opacity which is not affecting vision should be diagnosed as lens opacity to avoid causing unnecessary anxiety to the patient. قررنا مثلا بالماء الزرقاء اللي هي جلوكوما ما ينفعش ان انا اكتشف ان العين عنده جلوكوما وضغط عينه عالي واقول لا ده انا مش عايز ازعجه مش عايز اخده مش عايز اشوفه اطلاقا ده لازم اقول له لازم اقول انك انت لو سبت عينك كده لو تتنرف هيجوز وممكن نظرك تروح. في هذه الحاله لو مثلا ضغط العين مرتفع جلوكوما يعني ميه زرقاء اقول له
خلي بالك والعلاج تمشي عليه على طول ويخلص تكرره وتتابع ضغط العين. ففي حاجات المفروض ان انا اقول للعيان واعرفه عنده ايه عشان يخلي باله، وفي حاجات تانية مش المفروض ان انا اسبب له ازعاج بدون فاهم. طيب لما نيجي نعمل كلاسيفيكيشن لللنس في كذا طريقه للكلاسيفيكيشن حسب الكوز. الكوز ممكن اقسمها كونجنتال او اكواير، زي حاجات كتيره جدا في الطب بنقسمها كونجنتال او اكواير، بس بين قوسين هقول ديفلوبمنت، لان كونجنتال المفروض ان حاجه الطفل اتخلق بيها اتولد بيها كونجنتال. في الكاتراك احيانا بتظهر الاوباسيتي في سن 6 شهور 3 شهور سنه سنتين، فمش بالضروره كونجنتال. عشان ابقى ادق في كلامي بسميها ديفلوبمنت. الترجمه بتاعت كونجنتال ايه بالعربي؟ عيب ايه؟ خلقي. خلقي لا مش عيب خلقي، مش عيب خلقي، عيب خلقي. خلقي يعني الاخلاق بتاعه وحش، احنا مش عايزين نتهمه بعيب خلقي وهو ايه؟ ما الراجل كويس ما عندش حاجه، فهي عيب خلقي وليس خلقي. خلق ده حاجه ثانيه، ده كده اخلاق كويس. تمام؟ اكوايرد بقى، اكوايرد يعني هو اتولد كويس جدا وعاش حياته كويس جدا وبعدين في سن معينه جاله كذا. الاكوايرد دي ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون تروماتيك. واحد اتخبط في عينه جاله كاتركت. الخبطه دي ممكن تكون بانواع كثيره جدا، ممكن تكون بلانت تروما خناقه بوكس. اوكي؟ واحد بيلعب تنس كره تنس جت في عينه كره سكواش. تمام؟ وممكن تكون بنتريتنج تروما. بنتريتنج تروما زي الحقاله حاده، سكينه، بركل، ازازه، حادثه. بنتريتنج تروما الحاجات دي كلها ممكن تعمل كاتركت. طبعا البلانت تروما البروجنوز بتاعها احسن، لان العين ما اتفتح غالبا يعني ممكن بلانت تروما تعمل رابشر جلو، بس غالبا بتبقى لو حصل بس تروماتيك كاتركت من بلانت تروما ممكن يتعالج كويس جدا. اذا ما حصلوش اذر سيكولي اوف ذا تروما في بقيه عين، لو مجرد تروماتيك كاتركت لوحدها كده ممكن تتعالج كويس جدا، لكن لو بنتريتنج تروما خاصه لو انفولفنج بوستيريور سيجمنت يبقى البروجنوز اوحش بكتير، وخاصه كمان لو انفولفنج the center of the cornea لانها هتسيب سكار في center of the cornea. اللانس اوباستي بتعامل معها ان انا بشيل الاوباستي وبزرع لانس شفافه، لكن لو في كورنيا سكار في السنتر لازم اعمله بقى كيراتوبلاستي. ولو في تروما في البوستيريور سيجمنت دي بقى قصه ثانيه والبروجنوز بتاعها اوحش بكتير. طيب يبقى ده حسب الكور، حسب السايت. انا واخد كده سكشن في اللانس، احنا عارفين ان مثلا ده نقول مثلا ده الانتيريور كابسول. اوكي؟ وده الانتيريور كور. لو جت اوباستي سنتر اوف الانتيريور كابسول هنا تحتيها على طول نسميها انتيريور بولر كاتر. ده الانتيريور كورتكس. لو في اوباستي في الانتيريور كورتكس اسمها انتيريور كورتيكال كاتر. ده النيوكليس. لو جاله اوباستي اسميها نيوكليير كاتر. سهله خالص. في البوستيريور كورتكس اسميها بوستيريور كورتيكال كاتر. لو جت تحت البوستيريور كابسول دي كومن اسميها بوستيريور تحت، يعني ايه بالطب؟ سب. يبقى بوستيريور سب كابسولر كاتركت. لو جت في لاير، لاير يمثلها كلمه لاماليا، يعني لاير يعني لاماليا، خدناها في حاجات كتير قوي. لو جت في لاير او لاماليا اوف ذا لانس فقط اللي قبليها واللي بعديها كويس اسميها ايه؟ لاملر كاتركت. لو خدت اللانس كله اسميها توتال كاتركت. يبقى سهل قوي ها ان انا اوصف الكاتركت. فلما اجي اقول لحضرتك posterior polar cataract يعني ايه؟ تبقى تقول لي opacity involving the center the posterior pole of the lens اللي هي the center of the posterior pole. لو قلت لك anterior cortical opacity involving the anterior cortex nucleus وهكذا. تمام؟ هل في مانع ان يبقى واحد عنده اكتر من حاجه ولا هي حاجه واحده بس anterior cortical يبقى هو بس؟ لا، ممكن يبقى عنده anterior cortical posterior cortical ونيوكليس وبوستيريور سب كابسول، كل ده وارد. في حاجه كلاسيفيكيشن اخيره اقل اهميه اللي هي حسب الايدج اوف ذا بيشنت. دي كانت ليها مور سيجنفيكانس زمان لما كنا اسلوب العلاج الجراحي مختلف عن دلوقتي. زمان كنا بنضطر نعمل فتحه في العين عند الليمبس عشان الفتحه دي نطلع منها النيوكليس. احنا قلنا الطفل هو بيتولد صغير يبقى مفيش نيوكليس، يبقى بالي صافي. فلو طفل عنده 6 شهور او عنده سنه وجاله كاتراك ما عندوش هارد نيوكليس اقدر اشفط الكاتراك دي مجرد شفط بكانيولا. لكن لو على الاذر هاند واحد عنده 70 سنه
اتوقع ان النيوكليس ايه از فيري هارد، ما اقدرش اشفطها بالكانيولا. عشان اطلع النيوكليس دي بره العين كنت مضطر اعمل انسجن كبيره في الليمبس، ممكن توصل 12 مللي في الليمبس، عشان من خلالها تطلع النيوكليس وبعدين ارجع اخيط الانسجن. فكان يهمني زمان بالطرق الجراحيه القديمه ان انا اعرف ده سوفت ولا هارد، عشان هعمل انسجن كبيره اطلع الهارد نيوكليس، ولا هي سوفت اقدر اشفطها وهي جوه العين من انسجن صغيره. فكان يقولوا مثلا من خمس من اقل من 25 30 سنه بتبقى سوفت، وبعد كده بتبقى هارد. طبعا السن ده او ما هوش حاجه يعني بالظبط، يعني 30 سنه يعني ايه؟ انت عندك كام سنه؟ 29. طب هتم 30 امتى عشان الحق اعمل لك العمليه قبل ما تبقى هارد؟ لا، ممكن 30 سنه ولاقي سن هارد، وممكن اكتر من 30 سنه وتقدر تحس ده بالطرق الايه القديمه. دلوقتي مع جهاز الفيكو ماسكيشن اللي هو الالتراسونيك ماسكيشن اوف ذا لينس اقدر اشفطها في جميع الاحوال. اذا كانت سوفت بتتشفط بسهوله جدا، اذا كانت هارد بحتاج التراساوند باور يفتتها وهي جوه العين وبعدين ايه تشفطها. فالتقسيمه دي ليها سيرجيكال سيجنفيكانس، بس التانيين دول دي عشان انت عارفه هي كونجنتال ولا اكوايرد. واذا كان اكوايرد احنا اتكلمنا على تروماتيك، ما اتكلمناش على اشهر نوع هنتكلم عليه بالتفصيل بعدين اللي هو السي ان اي. سمعنا كاتراك الناس اللي هي فوق 60 سنه في اغلب الاحوال يبتدي يحصل اوباستي في اللانس. دي فيري كومن، كل ما يعني يكبر في السن كل ما ايه الانسنس اوف كاتراك يزيد جدا. مع سيناريو كاتراك ممكن تبقى سيناريو كورتيكال او ممكن تبقى كوستوزر. في حاجه كمان اسمها كومبليكيتد كاتراك ودي اكواير. الكومبليكيتد كاتراك له اسباب كتيره جدا هنشرحها كلها ان شاء الله في المحاضره الجايه، بس عايزكم ما تنسوش حاجتين مهمين جدا. هما باختصار كده في اسباب لوكال ديزيز تعمل كومبليكيتد كاتراك، واسباب جنرال تعمل كومبليكيتد. في اللوكال ديزيز في حاجات مشهوره قوي ها ممكن تعمل كومبليكيتد كاتراكت في العين. زي ايه كده يا دكتور؟ دكتور زي ايه يعني؟ ايه اللي ممكن تفتكر يعمل كومبليكيتد كاتراكت في اللوكال اي ديزيز؟ ها؟ يعني في ناس كده ها؟ حاجه مشهوره قوي. انت كنتش معانا ها؟ كنت على الفيسبوك ولا على ايه؟ ها؟ طب خلي التليفون كده على جنب كده لو سمحت، ركز معايا عشانك انت، مش عشان انا الكلام اللي بقوله ده انا عارفه عشانك انت. فمش عايزكم تنسوا حاجتين خلاص في اللوكال اي ديزيز، ما تنساش اليو في ايز او الانفكلايز. دي من اشهر اللوكال ديزيز اللي تعمل كومبليكيتد كاتراكت. يعني لو قلت لي كل الاسباب ونسيت اليو في ايز تبقى انت ايه نسيت حاجه مهمه جدا. في السيستميك ديزيزز في حاجات كتيره جدا، بس ما تنساش ايه الدايبيتس. يبقى دايبيتس من اهم السيستميك ديزيز اللي تعمل كومبليكيتد كاتراكت. ماشي. يجي بقى للموضوع الاساسي اللي هو الديفلوبمنتال كاتراكت. هما الموضوعين الكبار الديفلوبمنتال والسيناي. التروماتيك والكومبليكيتد مهمين برضه، بس يمكن دول فيهم انواع كتيره وشرح كتير. لو عايز ديفاين اول لانس اوف كلاسيفيكيشن ويتش ديت سينس بيرث اور فيرست فيو ييرز اوف لايف زي ما اتفقنا. تلت الحالات بتبقى يوني لاتر، عين واحده بس اللي افكت. ودول يبقوا عادة سبوراديك، ما عندهمش فاميلي هيستوري، يعني ما يبقاش الأب ولا الأم عنده هيستوري أو ديفلوبمنتال كاتراكت، ولا الطفل عنده سيستميك ديزيز، مجرد حاجة سبوراديك كده. التلتين بيكونوا بايلاترال. دول بيبقوا غالبا هيريديتري، أوكي؟ ممكن يكون معاهم ميتابوليك ديزيزز، حاجات كتيرة جدا، بس يعني يمكن أشهر حاجة إكزامبل ليها حاجة اسمها جالاكتوزيميا، أو معاهم سيستميك ديزيزز زي إيه؟ روبيلا. لو الام جالها روبيلا وهي حامل في الطفل ده ممكن يجي له روبيلا سندروم. روبيلا سندروم 15% من الاطفال اللي بيجي لهم السندروم بيجي لهم روبيلا كاتراك. انا عايزك تفرق بين روبيلا كاتراك وروبيلا سندروم. السندروم ده حاجات كتيره جدا، اوكي؟ عندهم هارت انوماليز، بيتن داكتس ارتيوزس، عندهم مايكروكافري راسل صغيرة، وممكن يبقى معاهم كمان روبيلا كاتراك. السندروم دي حاجه اشمل، الكاتراك دي حاجه جوه كل الناس عندهم. كلمتين عن الجلاكتوزيميا، دي حاجة ميتابوليك ديزيز اوتوزومال ريسيسيف، بيبقى عندهم ديفيشنسي في انزيم اسمه جلاكتوز 1 فوسفيت يوريدايل ترانسفيريز. اوكي، عندهم تريجر تترايب وموجود ريديوسينج سبستنس في اليورين بعد ما يشربوا اللبن. الكاتراكت لما تيجي تفحصه بيبقى عامل زي نقطة زيت كده، فسموها اويل دروبلت كاتراكت. ما بنشوفوش كتير، انما ايه كمثال يعني للحاجات المتبوله تبقى عندك فكره عنها. طيب انواع بقى الكونجنتال كاتراكت، في انواع مشهوره
وانواع اقل شهره شويه. في انواع مهمه الانتيريور بولر ده نوع مهم جدا، واللاميلر والبوستيريور بولر دول مهمين جدا. اوكي، وفي نوع اللي هو بيجي مع الروبيلا اسمه توتال كاتاليك. الروبيلا كاتاليك بيكون عاده توتال كاتاليك. في انواع ثانيه اقل اهميه، والانواع الثانيه دي عاده ما بتاثرش على النظر، هنتكلم عنها وهوريك صورها. زي مثلا حاجه اسمها بلو دوت كاتاركت، لما تيجي تفحص العين تلاقي نقط رفيعه خالص لونها ازرق، فعشان كده سموها بلو دوت كاتاركت. بما انها نقط صغيره جدا وبينها كلير لانس فايبرز، فدي ما بتاثرش على النظر. فبرضه لما اشوف مثلا طفل عنده بلو دوت كاتاركت ومش مأثر على النظر، وانت عارف انه مش مأثر على النظر، خلاص مفيش تهم تزعج الاهل. الاهل لو عرفوا ان ابنهم عنده ميه بيضاء هيتخض، ممكن يطلع من عندك رغم انك طمنته مثلا، ممكن يخرج من عندك يقول لك لا ده الدكتور ده بيطمني روح للدكتور تاني، يفضل يلف وخايف على ابنه او بنته لغايه لما يقف ايد الدكتور، يا اما ما يعرفش ان الكاتاركت ده ملوش تاثير على النظر، فبرضه يعني اكل عيش تعالى يا عم نعمل له عمليه ومش عارف ايه. طبعا عمليه في طفل صغير دي ليها مخاطر كتيره جدا وليها كومبليكيشنز مش داعي ان انا اعرضه ليها. فممكن عن طريق الجهل مثلا يعملها له وهو مش محتاج. فما تزعجش الاهل، انت تكتب في الشيت عندك اه، انما عشان هو لو جه سالك ده عنده اه انا فعلا كاتب، بس دي حاجه ما تاثرش على النظر خالص، ده انا بتنفع. لو لقيته مثقف قوي ممكن تفهمه ان في نوع من الانواع النادره عنده ومش مؤثر على النظر، فما تنزعجش نهائي. لكن لو واحد من النوع اللي بيخاف ده مش داعي انك تخوفه كتير. طيب الانتيريور بولر كاتاركت وفاستي في الانتيريور بولر، فالثيوري بتاعتها ايه؟ ان حصل ديلي فورميشن اوف ذا انتيريور تشامبر. اجيب لك قهوه. ديلي فورميشن اوف ذا انتيريور تشامبر، فحصل كونتاكت. احنا قلنا اللينس ايه؟ باي كونتاكت. فلو الانتيريور تشامبر ما حصلوش فورميشن، ايه الحته اللي هتلمس الكورنيا؟ موست كونتاكت اللي هي السنتر اوف ذا انتيريور سيرف اللي هي الانتيريور بول. فهل الانتيريور بول دي المفروض ان في حاجه تلمسها؟ لا، ده المفروض يبقى قدامها ايكوس. فلما لمست الكورنيا حصل اريتيشن للانتيريور سب كابسول ابثيليوم، فتكونت اوبيك فايبرز. دي الثيوري بتاع التكوين. عاده بما انها في الانتيريور بول ففي فرصه ان الضوء يعدي من حوالين الاوباستي وما بتاثرش على النظر. دي من الانواع اللي ما بتاثرش على النظر، وغالبا 99% من الاحوال ما بتحتاجش عمليات. الانتيريور بول الكاتاركت قلنا الثيوري بتاعتها، وقلنا انها ملهاش تاثير على النظر وما تحتاجش عمليه. ادي صورة. على فكره اغلب الصور اللي هتلاقوها عندي هتلاقيها صور متاخده بالستيت لامب. الستيت لامب بتشوفوا اوضه الكشف، انتوا مش مطلوبين تفحصوا بالستيت لامب، بس انا الصوره دي اشتغلت تقول لي انا مش متخيل هي عباره عن ايه. جهاز بيطلع سليت بيم. البيم ما هواش كده اضاءه ديفيوز، لا ده عباره عن سليت. بيطلع كده شعاع كده رفيع من الضوء. سليت بيم ده هدفه ان هو ياخد لي اوبتيكال سكشن في الترانسبيرنت ستراكشر، زي الكورنيا وزي الانتيريور تشامبر وزي اللانس. يعني اكنك كده اخدت سكشن في اللانس، انت عايز تشوف مثلا اللايرز بتاعت اللانس. الضوء معدي كده من الانتيريور كبسول والانتيريور كورتكس والنيوكليس والبوستيريور كورتكس. لو هي كلير هشوف كده سكشن فيها. لو ابتدى يحصل الكاتر اوباستي فينت في حته، هقدر اشوف الاوباستي فين، يعني النواب وفما فوق بيفحصوا يقولوا لي مثلا انتيريور كورد ولا بوستيريور كورد. فبيشوفها بالست لامب، مش سهل قوي ان هو يحكم بالظبط على اللايرز دي. الصور اللي انتوا هتشوفوها دي بالست لامب، انا هحاول اشرح لكم احنا شايفين ايه بالظبط وكورنيا فين واللانس فين وكده، لكن بعض الطلبه من خبرتي يعني بعض الطلبه ما بيبقوش فاهمينها قوي، فاللي يعني فاهمها حلو اللي مش متخيلها قوي مش مشكله. في الاخر ادي الباستي هي السنتر اللي في النص، الحته الوايت اللي في النص. الضوء جاي من الجنب هنا اهو، قلت ان هو عباره عن سليت بيم ومنور لي حته من الرموش بتاعت العيان. وادي الكورنيا اوكي، منور الايرس تحتيها، ادي البيبل دايليت وادي البيبل بتاعتها. واحنا قلنا ورا الايرس على طول ايه؟ اللانس. فالاوباستي اللي في السنتر اوف اللانس دي انتيريور بولر كاتاركت. في حد فاهم الصوره دي معموله ازاي؟ متاخده ازاي؟ اغلبكم فاهم. طب الاي يعني قدامي كده ولا ولا هو واخد اللايت كده؟ قدامي وانا بحرك البيم، عايز اجيبه كده اجيبه كده اجيبه كده. انا بحرك الجهاز، بقدر احركه زي ما انا اسكان العين قاعد قدامي كده، حاطط التشين على التشين ريست كده، واقول له ايه بحرك الضوء زي ما انا عايز، الزاويه اللي انا عايز ابص منها بحركها. اوكي، يعني الضوء ده ممكن اخليه كده شويه نجيبه من الناحيه الثانيه هي هي. يبقى دي انتيريور بولر كاتاركت وما بتاثرش على النظر ومش محتاجه عمليه. وقلنا النظريه بتاعتها ايه؟
تاني حاجه اللامينر او زوني الكابلر دي عباره عن كاباسيتي واخده لاير بس من اللايرز اوف اللانس، نشبهها ببصله. اوكي كانك انت عندك جزء من اللاير بتاعت البصله، ساعات بتفتح بصله تلاقي فيه حتت مسوده كده جوه البصله، اكنها بصله وفي جزء معين من اللايرز اوبيك اللي قبليها واللي بعديها مسبقا. يعني حصل انسلت، حصل مشكله ما اثناء تكوين هذه اللاير من اللانس فطلعت اوبيك، اسمها لامالر كارف. وغالبا ليها راديال اكستنشنز او سبوكس طالعه منها اسمهم رايدرز، شبهوها بالستيرنج ويل اوف الشيب، لكنها الستيرنج ويل بتاعت اللي بتشوفوها في المراكب واليخوت وكده. هوريكم الصوره ليها بعد شويه. دي عاده ما بتولدش بيها، بتظهر في حدود من 3 ل 6 شهور او اكثر من كده شويه. غالبا بالبروجريس، يعني انا لو فحصت العين الاول الاقيها مثلا فين، واتحصل بعد فتره الاقيها بتزيد شويه، لو لقيتها زادت لوصلت لمرحله معينه دنستي معينه مأثره على النظر بتحتاج جراحه. تمام؟ طيب دكتور، يعني اللاملة ممكن تبقى بوستيريور انتيريور ولا بس هي لاملي دي العقده اللاملي كلها انتيريور وبوستيريور غالبا. غالبا اللاملي كامله. زي البصله كده، اكنك انت في يعني جزء من اللاير بتاعت البصله، اللاير بتاعت اللانس بقى داير الداير، غالبا داير الداير. هوريك الصوره دي. الصوره اللي جايه دي متاخده اجانس ريد ريفلكس. الريد ريفلكس دي عايز تفهموه الاول. الريد ريفلكس ده احنا بنشوفه في الحياه العاديه بتاعتنا. زمان ايام الكاميرات بقى العاديه، دلوقتي كل الناس بتصور بالموبايل. زمان الكاميرات العاديه ممكن وانت بتصور وتطلع صورة تحمطها تبص تلاقي واحد عينه حمرا في الصورة، صح؟ ده الريد ريفلكس. ده الريد ريفلكس. وبالتالي لما تيجي تتفرج على الصورة تلاقي واحد انت مثلا او انت عينك حمرا كده في الصورة ما بتبصتش. خلاص اخترعوا كاميرات خلاص فيها حاجة اسمها ريد اي ريدكشن. قبل ما بتصور هو الريد ريفلكس بيظهر اكتر لما بتبقى دايليتد. فانت لو واخده الصوره في اضاءه قليله والحدقه واسعه فيظهر ريد ريفلكس. فعملوا ايه؟ ريد اي ريدكشن في الكاميرات القديمه، ان هو ايه قبل ما بيصور على طول الكاميرا بتطلع كده ايه فلاش اوف لايت عشان يحصل كونستريكشن للبيبل فما يظهرش الريد ريفلكس. فكره الريد ريفلكس دي ان البيبل تكون دايليتد وان الضوء اللي داخل البيبل وخارج منها يبقى في نفس اللاين. زي الكاميرا، هو الكاميرا انا بمسكها كده بصور الضوء اللي خارج من الفلاش وراجع للفيلم بتاع الكاميرا في نفس اللاين. طب احنا بقى في الطب اولا بنحتاج الريد ريفلكس ده في ايه؟ وثانيا بنعمله ازاي؟ بنحتاجه في ايه؟ بنحتاجه ان انا عارف ان العين الطبيعيه الريد ريفلكس ده كله هيبقى ايه؟ احمر. ليه؟ لان هو معدي من كلير ترانسبيرنت ميديا، معدي من الكورنيا والايكوس والسنتر اوف ذا بيبل والفيتريس، كل دي كلير. هل طبيعي ان انا الاقي اي اوباسيتي في الريد ريفلكس في الانسان الطبيعي؟ لا. امتى الاقي؟ ده موضوعنا مثلا النهارده، الناس اللي عندهم نوع من الكاتاراكت. اللي عنده اوباستي في اللانس دي، هل الاوباستي هتسمح بمرور الضوء زي الترانسبيرنت ستراكشر؟ اكيد لا، لان في اوباستي مش هتسمح بمرور هذا الضوء، فالضوء هيعدي حواليها ويرجع لي ريد ريفلكس، لكن مطرح الاوباستي هتبقى حته دارك. ها في مكان الاوباستي دي هتبقى دارك، سواء سيكتور سواء ديسك شيب اريا حسب. الصوره اللي جايه دي طبعا واضح جدا ان دي بيوبل وانها دايليتد وان ده ريد ريفلكس وان الضوء راجع حواليها داير الداير، كل ده احمر، لكن مطرح ما فيه اوباسيتي الضوء مش عارف يعدي، في دارك اريا فوسط ريد ريفلكس. الرايدرز او الراديال سبوكس اللي انا بتكلم عليها اهي تخليها شبه ايه؟ الستيرنج ويل بتاعه المراكب. طب بيتعمل ازاي ريد ريفلكس؟ اول واحد قال لك طب انا في شروط، ازاي احقق الشروط دي؟ لو انا حطيت لك قطره، حطيت لك قطره وسعت الحدقه، جبت تورش حطيتها قدام عينك، هل هشوف ريد ريفلكس في وسط البيبل؟ هشوف ولا مش هشوف؟ لو الدكتور جيت حطيت له قطره وسعت الحدقه وجبت التورش وحطيتها قدام عينه، هيبان لي ريد ريفلكس ولا لا؟ لا صح، ده اجابه صح. انا قلت السبب ليه؟ لان في حاجه ما توفرتش اللي هي ايه؟ احنا قلنا لازم الضوء اللي داخل واللي خارج يبقى في نفس اللاين. هل انا لو جبت التورش كده وانا باصص كده هل ده نفس اللاين؟ لا، لازم الضوء اللي خارج واللي داخل واللي خارج يبقى في نفس اللاين. فقال لك غلب عليها في ايه؟ طبعا كل ما واحد من الناس بتفكر بتلاقي حلول. وقبل بقى الاجهزه، في اجهزه طبعا دلوقتي سليت لاب يقدر يوريني ريد ريفلكس، اي اوفثالموسكوب دايف اوفثالموسكوب او ريتنسكوب يوريني ريد ريفلكس، بس من غير الحاجات دي خالص. واحد قال لك ايه؟ انا هجيب لمبه احطها جنب راس العيان،
ضوء اضاءة. كويس؟ انا عايز الاضاءة دي تدخل جوه عين العيان وايه؟ وترجع لي انا في نفس اللاين. فجاب مراية صغيرة جدا فيها كده هندل عشان يمسكها بيه وعمل فورم في وسط المراية. ومسكها قدام عينه وعين العيان. فالاضاءة هتيجي تخبط في المراية الضوء هيبقى ريفلكتد من المراية يدخل جوه عين العيان ويبقى ريفلكتد من الريتنا والكورويد. ليه لونه احمر؟ عشان الفاسكولار فرويد والريتنا ترانسبيرنت. فهو خارج خلاص هيخرج انا هشوفه منين بقى؟ من الهول اللي في وسط المراية. الهول اللي في وسط المراية. فانا كده بهذه الطريقة اشوف الريد ريفلكس. بعد كده تطورت اجهزة وممكن الجهاز فيه دايركت تلسكوب او ريتنسكوب اشوف ايه. لكن دي بدايته. الناس ابتدت تاخد الريد ريفلكس بالطريقة دي. اهميته مش بس ان انا اشوف كاتر. زمان برضو قبل الاوتو ريفراكتومترز اللي هي البروب بتعمل نظارات وبتقعد على جهاز طول الدوس دوسه كده يطلع الورقه في القرايه كلها، لا كنا بنعمل مانيوال ريفراكشن. كنا بنعتمد على الريد ريفلكس ده عشان اشوف الايرور اوف ريفراكشن اللي عند العيان لما يوب قد ايه، استجماتيك قد ايه، هايبرتروف قد ايه. كان لازم احط قطره توسع وعن طريق الريد ريفلكس ده اعمل حاجه اسمها ريفراكشن او ريتينوسكوبي للعيان. خلينا في موضوعنا نكمل. تبقى هنا في بس ولا لا؟ فيه. يبقى اسمها كاتر. شكلها ايه؟ ديسك شيت. خلاص؟ ليها رايدرز. يبقى دي اشهر حاجه من اللي احنا خدناها لغايه دلوقتي اسمها ايه؟ لاميلر كاتر. وليها اسم تاني زونيولر كاتر عشان تاخد زون او منطقه معينه. البوستيريو بولر كاتر احنا قلنا في المقدمه ان اللانس دي في الانتركورين لايف بتاخد نيوتريشن من حاجه اسمها الهيلويد. الهيلويد كلمه الهيلويد يعني بيتريس. تمام؟ فليه اسمه هيلويد؟ عشان هو معدي من البيترس. جاي منين؟ البيترس هل فيه بلاد فيسلز؟ ما فيهوش بلاد فيسلز. مين البلاد فيسلز اللي بتدي بقى الانر لايرز اوف ذا ريتنا؟ السنتر ريتنا ارتري. السنتر بتوصل للريتنا ازاي؟ بتيجي عن طريق الايه؟ السنتر بتبقى ماشيه في السنتر اوف ذا ديسك بتطلع تتفرع تغذيه الريتنا. فبيطلع منها من السنتر اوف ذا اوبتيك نيرف هيد بيطلع الهيلويد ارتري ده يمشي في البيترس ويحوط اللانس بتيونيكا فاسكولوزا لانس. ساعات يحصل ريمننس من الهيلويد ارتري ده عند البوستيريور بول بتاع اللانس. البوستيريور بول بتاع اللانس ده مهم جدا لان الرينجر داخله العين بيحصل لها دايفرجنس وايه؟ كونفرجنس وتعدي من حاجه اسمها النودل بوينت اوف ذا ارتري. النودل بوينت دي قريبه جدا من البوستيريور بول. فالرينج اللي داخل من قدام في حتت كتيره حوالين الانتيريور بول تعدي منها، لكن لما توصل للبوستيريور بول بتتجمع في الحته دي وهي داخله. فنتوقع ان البوستيريور بولر كاتاركت ده اللي هو قريب من النودل بوينت اللي اغلب الريز بتعدي منه، اتوقع ياثر على النظر جامد ولا لا؟ ياثر على النظر جامد. البوستيريور بولر كاتاركت عكس الانتيريور بول بتاثر على النظر. ليه؟ لانه قريب من النودل بوينت اوف ذا اي اللي هو ناحيه البوستيريور بول اوف ذا اي. الروبيلا بقى كاتاركت اللي احنا اتكلمنا عليها. اللانس كبسول is impermeable to the rubella virus بعد 6 اسابيع. يعني لازم عشان الطفل يجيله الروبيلا كاتاركت لازم الانفكشن يكون في الست اسابيع الاولى من الحمل. بعد كده لا. بعد كده ممكن الروبيلا كاتاركت يأفكت حاجات ثانيه في الطفل لكن مش هيجيله كاتاركت، ولذلك ممكن يبقى عنده روبيلا سيندروم وضعف كاتاركت. الانسيدنس اوف كاتاركت في وسط الروبيلا سيندروم 15% اللي هم بيجي لهم الانفكشن في الست اسابيع الاولانيين. ليه ست اسابيع؟ لان بعد كده اللانس كبسول بتصبح امبيرميبل للترانسميشن اوف ذا فايروس. الفايروس ما يقدرش يخش بعد ست اسابيع. بتبقى عاده التوتال كاتاركت ممكن تبقى يونيلاترال او باي لاترال وغالبا موجوده في الولاده. بيبقى غالبا معاها صغر في حجم العين بنسميها مايكرو ثالمس. مايكرو ثالمس يعني العين صغيره. واللانس ممكن يفضل دورمنت سوري الفيروس ممكن يفضل دورمنت جوه اللانس اب تو 3 سنين بعد الولاده. لذلك ممكن لو عملت عمليه واللانس دي خرج الفيروس دي خرج بره اللانس اثناء العمليه ممكن يعمل لي يوفيتس وانفلاميشن في العين. فلازم نخلي بالي واجي تريتمنت كويسه جدا بعد العمليه. روبيلا سندروم غير الروبيلا خلاص مع مايكرو كافيلي بيتن باكس ارتيوزيس وكاتراكت حوالي 15% من الاحوال. احتمالات او مخاطر الفيتال انفكشن بالروبيلا سندروم او لو 8 اسابيع الاولين 5% 50% لو بين 8 و12 اسبوع 33% بعد
12 من 13 ل 24 حوالي 10%. يعني كل ما مده الحمل تزيد كل ما احتمالات الاصابه تقل. في انواع اخرى من الكونجنتال كاتراكت خلاص اتس كويت كومن بس ما بتاثرش قوي على النظر. هنديكوا امثله عليها وصورها. ده البلو دوت كاتراكت. تاخد بالك نقط رفيعه خالص. مين النقط الرفيعه دي؟ اللانس ايه؟ كلير متوقعي ان الكاتراكت دي تاثر على النظر ما بتاثرش على النظر. البلو دوت كاتراكت دي كومن بنشوفها ولكن ملهاش تاثير على النظر وبالتالي مفيش اي رول للتدخل الجراحي. السوتشر الكاتراكت المنظر اللي احنا شايفينه ده حرف ايه بالانجليزي؟ واي. حرف واي. واي ده معدول ولا مقلوب؟ معدول. معدول يبقى دي في الانتيريور كورتكس ولا البوستيريور كورتكس؟ في الانتيريور كورتكس. هل ده المنظر ده تفتكروا كده من غير ما نذاكر هل ممكن ياثر على النظر؟ لا. حته صغيره قوي دي ما حواليها كله كلير يبقى ده ما بيأثرش على النظر. خلاص يبقى دي حاجه اسمها لما اجي اقول سوتشر الكاتراكت تيجي في دماغك على طول ايه السوتشر؟ خلاص الكاتراكت دي توصيفها سهل قوي. انتيريور كورتكال بوستيريور بولر سوتشر بوستيريور سب كابسولر يعني سهل خالص. لما يجي يقول لك سوتشر كاتراكت وتشوف المنظر ده تقول لي دي السوتشر اللي في الانتيريور كورتكال كانها معدوله لو كنت قالت مقلوبه كانت في الاول. يبقى داز نوت برضه افكت. حاجه كمان اسمها كورونري كاتراكت. ها هو الكورونري ارتيز بتاعت القلب ليه اسمها كورونري ارتيز؟ كان بتلف الهارت زي الايه؟ حوالين الهارت زي الايه؟ زي التاج زي الكراون. هو الكراون بيتحوط الايه؟ الراس. فالكورونري كاتراكت لانها ايه؟ متحوطه النيوكليس زي الايه؟ برضه تاني توفاستيز ومش مأثره على بعض. ده انت حتى ممكن ما تشوفهاش غير لما توسع التيوب. يعني اللي عنده كورونري كاتراكت ده هو مش دريان وانت لو فحصته من غير ما توسع مش هتشوف. طب المنظر ده اسمه ايه؟ الفحص ده اسمه ايه؟ تسألينه من شوية ريد ريفلكس. تمام؟ يبقى الاوباستيز دي بانت اجانست ريد ريفلكس. يبقى ده ريد ريفلكس. تمام؟ ده الريفلكشن بتاع اللايت. ده الريفلكشن انعكاس الضوء. سيبك من الحتة دي ده انعكاس الضوء بتاع الست لامب. كويس انك سألت ده انعكاس الضوء لكن في الاوباستيز هي السورس. احنا قلنا الاوباستيز ويل نوت ترانسميت ذا لايت. فبتبان عبارة عن دارك اريز اجانست ريد باك جراوند. طيب كلينيكال بيكتشر عارفين اي مرض في الدنيا كلينيكال بيكتشر فيها سيمتومز وساينز وكده. هل الطفل ده اللي عنده 3 اشهر او شهر او 6 اشهر هعرف اخد منه هيستي واقول له بتشتكي من ايه يا حبيبي؟ طبطب عليه كده بتشتكي من ايه؟ مش هيعرف يقول صح. طب ايه كلينيكال بيكتشر؟ انا اتوقع عليا ايه؟ يعني مش عايزين هنحفظها ولا حاجه خالص. توقعوها ايه؟ ها؟ هيشتكي من ايه؟ او اهله هيشتكوا من ايه؟ يعني ممكن تشتكي ان هو بيتخبط مثلا. صح طبعا صح. تشتكي ان الام تقول لك ايه الواد وهو ماشي بيخبط مش شايف كويس خلاص. او انا بدخل من البيت مثلا ما بيعرفنيش لغايه لما اقرب منه قوي خلاص. اخوه كبير او اخته كبيره كانت بتعرفني في السن ده مثلا يبقى ايه ممكن الاهل ينوتس ان هو في ديفكتيف فيجن. انا شايفه حاجه في عينه. برافو عليك. هتشوف ايه في عينه؟ هتشوف حاجه بيضاء. صح هتشوف حاجه بيضاء. الحاجه البيضاء دي موجوده على مستوى ايه؟ موجوده في وسط ايه؟ هشوفها من خلال ايه؟ من خلال البيوبل. هشوفها من خلال البيوبل لان اللينس دي موجوده ورا الايرس. قلنا الايرس السنتر بتاعها اسمه الاكوتشر اسمها شيب. فالوباس دي بيبقى لونها ايه؟ ابيض. فلو في لون ابيض شايفه من خلال البيوبل يبقى بسميها وايت بيوبل او بالميديكال تيرم ليوكو كوريا. لوكو يعني ابيض زي اللوكوسايتس كورت الدم البيضاء وكوريا يعني لما تسمع كلمه ليوكو كوريا دايما برضه الكلام الميديكال تيرم تبقى عارف اصلها ايه عشان ما تحفظش. فاهم ليوكو ابيض وكوريا يعني بيوك. خلاص كلمه هايلويد يعني بيج. كلمه فيكو يعني لمس. فكوريا يعني بيوكو ولوكو يعني ابيض. لوكو كوريا الاقي ايه لون ابيض في وسط البيبل. طب اتوقع اللون الابيض اللي في وسط البيبل ده يظهر لي مثلا في حاله كوروناري كاتراكت؟ لا طبعا لا مش هيظهر لي لون ابيض في وسط البيبل نهائي. اتوقع ان الام تشوفه في حاله انتيرير بولر كاتراكت. اتوقع جدا ده في النص وقدام. طب هل بالضروره الام تلاحظ لو في بوستيرير بولر كاتراكت ورا؟ مش قوي. ممكن ما تلاحظوش لان ورا ديب ها وقدامه كلير لانس فايبرز لكن انتيرير بولر ها طب الروبيلا غالبا بيبقى توتال كاتراكت. يبقى التوتال كاتراكت ده وارد جدا جدا ده 100% باين جدا ان في بياضه في وسط البيبل حسب النوع. يعني مش كله نفس الكلينيكال بيكتشر. الكوريا في الحالات اللي فيها دانس اوباسيتيز
لارج اوباسيتيز انتيريور اوباسيتيز سنترال اوباسيتيز. لو اوباسيتي بريفر مش هتبان، لو بوستيريور قوي مش هتبان، لو فيت قوي مش هتبان، لو سمول قوي مش هتبان. لاميلر ممكن تبان، لاميلر ممكن. حاجة تانية، تخيلوا ان الطفل ده احنا قلنا التلت ده حوالي يونيلاترال، تخيلوا الناس اللي عندهم يونيلاترال كاتراكت العين فيها ادانس كاتراكت والعين التانية سليمة، اللي هو شايف بأني عين؟ سليمة. اللي فيها دانس كاتراكت دي هل شايف بيها كويس؟ لا مش شايف بيها كويس لأنها دانس، خلي بالك من كلمة دانس، مش أي كاتراكت دانس، يعني الكورونري ما عنده كاتراكت بس شايف بيها 100 100، مش أي مشكلة نهائي. يبقى اللي عنده دانس كاتراكت في عين يونيلاترال، فالعين دي مش شايفة. إيه اللي هيخليها تفولو العين التانية بالظبط؟ يعني إيه اللي هيخليها تمشي مع العين التانية بالظبط؟ اللي بيخلي الإنسان الطبيعي إن العينتين يمشوا مع بعض إن البرين انتستي في حاجة اسمها سنجل باينوكيولار فيجن. واخدين نفس الصورة. كل واحد فينا انا شايفكم وانتوا شايفيني، كل عين انا شايف حضرتك في كل عين شايفك، لكن المخ بياخد الصورتين من العينتين ويدمجهم مع بعض سنجل باينوكيولار فيجن، ودي الدبت اوف فوكس والكواليتي اعلى بكتير من لو شفتك بعين واحده، فالبرين عايز دي. لكن لو في عين مش شايفه هيمشيها مع اختها اللي هو خلاص بياخد مثلا من دي، ودي مش جايبه له صوره، هو مش انترستد فيها خالص، لا شكرا انا ماليش دعوه بيك ريحي. فالعين تاخد الريستنج بوزيشن بتاعتها تريح، مش داعي انها تمشي بالصف مع اختها لانها ما بتديش اي وظيفه معايا. فبالتالي يحصل ايه؟ العين تريح، يعني يحصل فيها ايه؟ سكويش، يعني سكويت. يبقى في اليونيلاترال كيسز بما ان العين دي مش جايبه صوره كويسه للبرين، فالبرين مش ممشيها، ما هو اللي بيحرك العين هو البرين، هو البيدي امبلسز للاكسترا اوكيلار ماسلز، والاكسترا اوكيلار ماسلز تتحرك العين حسب ما الايه؟ المخ بيديها اوامر. لو المخ اهمل واحده ليش او من خلاص يبقى تريح، تبقى بقى داخله غالبا تبقى ايزوتروبيا، داخله جوه شويه. الناس الصغيرين دول يعني بتريح جوه شويه، ما عندها ايه؟ سكوينت. هتيجي ان هي مش بتبعت صوره واضحه للمخ. يبقى لو لقيت سكوينت اشك ان سبب السكوينت ده ممكن يكون كاتركت او اوباستي ايا كانت، احدهم احد الاوباستي هي الايه؟ الكاتركت، او اسباب ثانيه كتير. بعد الشر واحد عنده مثلا نيراتينوبلاستوم تيومر في العين برده مش شايف بيها تحوال، ولذلك برده اي طفل صغير انت عنده سكوينت لازم تفحص وتوسع عشان تكسبلود الحاجات الخطيره قوي قوي زي نيراتينوبلاستوم، بعد الشر لازم تعالج بسرعه. كمثال ممكن تعمل برده ليكوكوريا وايت كاتراكت. يبقى قلنا ديفكتيف فيجن، وقلنا ليكوكوريا، وقلنا سكوينت، والسكوينت دي حددناها بأي حالات دانس وايه؟ ويونيلاترال، عشان يحصل سكوينت. طب افرض بقى دانس وبايلاترال، مش هيحصل سكوينت، الاثنين مش جايبين صور، المخ عايز يشوف صور مش كده؟ فلا دي جايبه ولا دي جايبه، فالمخ بيدور على صوره. فانت لما تيجي تدور على حاجه براسك بتعمل ايه؟ بتقعد ايه تسيرش، انا بدور على حاجه هو فين المفاتيح مثلا، ابدا ابص ايه كده يمين وشمال، فالمخ سيرشنج فبي ايه؟ يقدر يحرك العين يمين وشمال، فسميناها سيرشنج نستاجمس، يعني ايه؟ حركه سريعه للعين كده لانه مش شايف حاجه فعمال بيدور على صوره يشوفها مفيش. فدي تحصل في البايلاترال دانس اوباسيس. نستجمس يبقى الاقي طفل عنده نستجمس، يبقى دي غالبا بايلاترال دانس اوباسيس. تمام؟ دي الحاجات المهمه في الكلينيكال بيشن. دكتور النستجمس لها برضه اسباب ثانيه؟ ليها اسباب ثانيه كتير. اي حاجه تخلي فيه ديفكتيف فيجن في الطفل الصغير، افرض عنده فوفيال بروبلمز، فوفيال ابنورماليتيز. الفوفيا مش جايبه صوره خالص، خلاص برضه دي سيرشنج نستجمس. لو عنده برضه كونجنتال كورنيال اوباسيس، كونجنتال اوبتيك نيرف ديزيز، او ريتنا ديزيز، اي حاجه تخلي الطفل مش شايف ايا كانت السبب، هو السبب مش الكاتاركت، السبب عدم الرؤيه وليس الكاتاركت في حد ذاته. ودي الحاجات اللي احنا قلناها. ده عباره عن ايه؟ انتيريور فولر، صح؟ انتيريور فولر، صوره بيضاء، دي متاخده من كتاب كانسر. اوكي؟ الصوره البيضاء، النقطه البيضاء اللي في وسط البيوت. طيب التريتمنت يعتمد على حاجات كتيرة جدا. في الكبار الكلام سهل، يعني الناس اللي عندهم سنايل كاتراك او تروماتيك كاتراك في السن انا هقدر اقيس له نظر وهقدر اتكلم معاه ويقدر يشرح لي شايف ايه ومش شايف ايه ومشكلته ايه والكلام ده كده. لكن الطفل ده مش هقدر اتكلم معاه في حاجه خالص، يبقى لازم اخد انا القرار. فاخد القرار بناء على ايه؟ القرار لو قررت اعالج، العلاج ملوش حاجه ثانيه غير الجراحه. ان انا اعمل العين جراحه في سن صغير واعرضه بينج كولي و و و وان هو يفقد حاجه مهمه اللي هي الاكومديشن بتاعت العين، لان اي لينس هزرعها له ما فيهاش اكومديشن.
لازم ما اعملش العمليه غير وانا حاسس ان هو فعلا محتاجها وهيفيدني. فقلنا اليونيلاترالتي او بايلاترالتي، مين اليونيلاترال برضو لو دانس ها وما اتعالجتش بسرعه ممكن يدخل في حاجه اسمها امبليوبيا. امبليوبيا يعني النظر العين جبرانه بتشوف 6 على 6 مهما عرفتها بعد كده. لو سبت الكاتر لو دانس وسبته اهملته فتره اسابيع او شهور ما تيجي تعالجه بعديها العين دي عمرها ما هتوصل للفيجن السليمه اللي هي 6 على 6 لان حصل في حاجه اسمها امبليوبيا. اليونيلاترال دانس بلاستيك تعتبر الى حد ما كبير امرجنسي انك انت ما تستناش عليه. اللوكيشن اوف ذا كاتر مهمه جدا، هل سنترال زي البريفرال؟ لا. يبقى البوستي لما الاقيها سنترال يبقى دي ايه؟ تقول لك اه طالما سنترال كده يبقى غالبا مأثره على النظر اكتر من البريفرال اللي هي مستخبيه ورا الايس. طيب هل الانتيريور زي البوستيريور؟ مين اللي اخطر؟ بتأثر على النظر اكتر؟ طيب هل الصغيره زي الكبيره؟ هل البلو دوت زي اللاميلر؟ طبعا لا. يبقى السايز برضه بيفرق. بتحط في دماغك السايز واللوكيشن سنترال او بريفرال انتيريور او بوستيريور كبيره او صغيره. الدايمتر لما بيكون 3 مللي او اكتر بنعتبره سيجنال، لكن لو صغيره خالص طالما في حتت كتير حواليها ممكن الطفل يشوف من حواليها. الدنسيتي اوف ذا كاتر، كلمه دنس لو انا جبت مريض هنا عنده كاتر وخليت انتوا حضراتكم تشوفوا العيان وتقعدوا تقولوا ايه رايكم؟ الدكتوره ممكن تقول لي انا شايفه دنس هيتعمل له عمليه. الدكتور ممكن يقول لا هو ايه هو دنس اه بس نص نص. واحد تاني يقول لي لا انا بصراحه انا في رايي ده مش دنس مش حاجه. لان دي حاجه سبجكتيف، حاجه ايه ترجع لرايك انت تقييمك ايه، لان لا اعرف اقيسها ولا اوزنها ولا دي حاجه انت شايفها ايه. والطفل مش هقدر اساله انت شايف ولا مش شايف. ففي حاجات بتساعدنا ان احنا نشوف الدانس دي نقدر نقيمها دانس او نعتبرها فيري دانس او نوت فيري دانس او مش دانس خالص، اللي هم ايه حاجات بنفحص بيها. انا في فحص القاع العين اسمه فاندس اكزاميشن، بشوف الريتنا والاوبتيك نيرف والريتنا الباسكس. بفحص قاع العين بجهاز اسمه اوفثالموسكوب. اوفثالمو عشان بفحص العين، والسكوب اللي هو الجهاز اللي بتشوفي بيه من ايه؟ من فيجن يعني من جوه الفيجن. في جهازين بفحص بيهم قاع العين، واحد اسمه دايركت اوفثالموسكوب اللي بتشوفوه في جيب الدكاتره، حتى دكاتره الباطنه والاعصاب بتلاقيه دايما في جيبه اوفثالموسكوب بيمر على العين يطلع عايز يبص على الفندس، عايز يشوف الاوبتيك نيرف بسرعه كده حاجه سريعه من غير قطر التوسيع ولا حاجه. يطلع جهاز اسمه دايركت اوفثالموسكوب لانه صغير وبورتبل كده فاضاءته خفيفه جدا، لكن في العين الطبيعيه اللي هي ما فيهاش كاستي ولا حاجه يقدر بسهوله يشوف ايه الاوبتيك نيرف والريتنا والباسلز. تمام. وفي جهاز تاني خلاص اضاءته اقوى بس جهاز معقد شويه اسمه الاندايركت اوفثالموسكوب، بلبسه على الراس كده في اضاءه قويه جدا وفي عدسه بمسكها في ايدي، اكيد شفتوا المنظر ده من وهي بتفحص. اسمه اندايركت اوفثالموسكوب اضاءته جامده جدا، حتى لو عندي كاتركت سواء صغير او كبير اقدر اشوف من خلال الكاتركت ده، الا لو ماتيور كاتركت، الا لو دانس كاتركت قوي ما اقدرش، لكن لو في كاتركت متوسطه اقدر ان انا اشوف من خلاله لان الاضاءه بتاعته شديده جدا. يبقى في حاجتين بفحص بيهم قاع العين. طيب انا لو قدرت بالجهاز اللي هو اضاءته خفيفه جدا من غير بقى حفظ ولا حاجه، انتوا افهموا الحته دي، جهاز اضاءته خفيفه جدا اللي هو بيتحط في الجيب ده اسمه دايركت اوفثالموسكوب، قدرت ان انا اشوف من خلال الاوباستي شفت الريتن الباسز بسهوله، يبقى ده معناها ان الاوباستي مش دانس مش كده، لانها سمحت لي ان انا اشوف من خلالها بوضوح، وبالتالي زي ما انا شايف من خلالها يبقى الطفل كمان شايف من خلالها العالم الخارجي، لان انا من بره عينه شفت العين من جوه من خلال ايه؟ يعني الريتنا ورا تمام والاوباستي انا شايف من خلال الاوباستي دي شايف الريتنا كويس جدا، يبقى الريتنا كمان شايفه من خلال الاوباستي اللي بره. يبقى دي احد الطرق. هي الاكستريم الثاني. الاكستريم الثاني افرض واحد بقى عنده روبيلا وتوتال كاتراك ولبست الاندايركت اللي هو الاضاءه بتاعته شديده جدا، هعرف اشوف من خلالها؟ ده توتال كاتراك مش هعرف، يبقى اكيد هو كمان مش شايف حاجه. اذا انا بالاضاءه الجامده قوي قوي دي مش قادر اشوف من خلالها يبقى ده فيري دانس. يبقى اللي ما يتشافش بالاندايركت اللي هو صاحب الاضاءه الشديده جدا طبعا معانا فيري دانس، يبقى ده محتاج عمليه اكيد. اللي يتشاف بالدايركت ها؟ يتشاف بالدايركت يبقى نوت دانس، يبقى غالبا ده مش محتاج عمليه. اللي هو يتشاف بالاندايركت ولكن ما يتشافش بالدايركت هو ده اللي ايه؟ اللي في الوسط يعني اللي هو ايه؟ بس غالبا برضو ما دام مش متشاف بالدايركت يبقى برضو الدانس دي افكتنج الفيجن شويه. دي كلها حاجات بجمعها مع بعض عشان اخد القرار، القرار ده بتاعك انت كطبيب. الطفل مش عارف يقول لك حاجه خالص، مش قادر يقول لك والله انا مش متضايق،
انا بلعب الالعاب بتاعتي كويسه وشايف الاكل بتاعي حلو ومش عارف الكازو بتاعتي شايفها وما عنديش مشكله. لا انت اللي هتاخد القرار هو مع شهاده الكلب. الام برضو مش بتعرفش. ادي اللي احنا كنا بنقوله. حاول تفيجوالايز الريتن الماسكولتشر بالدايركت والانتايركت. وانت شايفهم يوزنج بورد يبقى نوت دايركت لانس. لو شايفهم بس بالاندايركت يبقى لانس. لو مش شايفهم الاثنين تبقى بالي. في حاجة بقى مهمة جدا. موضوع الايه؟ موضوع ال قلنا اليونيلاترال دولت اليونيلاترال دنسي تعتبر ايمرجنسي. ما تسيبوش كتير عشان ما يحصلوش حاجة اسمها امبيوتي او كسل وظيفي. طيب لقينا بقى عملنا احنا الايفاليويشن دي ولقينا ان هي سنتر ولقينا ان هي كبيره اكتر من 3 مللي ولقينا ان هي مور بوستيريو ولقينا ان هي دانس ولقينا حاجات كتيره من اللي انا بقوله دوت ووصلنا للقناعه ان هي ايه مأثره على ال انا اسف صحتك يعني حاولت اوطي صوتي يعني طيب انا اوطيت صوتي على اخر بس انت سكت برضه معلش لقينا ان هو محتاج ايه عمليه. هعمل ايه؟ واقول لكم هنعمل ايه؟ لقينا ان انت ايه؟ لا يعني لا انا شايف ان هو اوكي الموضوع مش دانس قوي يبقى اصبر لغايه لما يوصل لسن المدرسه عند حوالي 5 سنين خلاص وتقدر بقى تقيس له النظر واذا كان محتاج نظاره تعملها له وتقيس له بقى النظر على العلامات وتشوف. لقيت ان هو رغم وجود الكاتراكت انا شايف 6 على 12 مش 6 6 6 على 12 خلاص؟ بالعقل كده لو ابنك او اخوك الصغير 6 على 12 بنضاره وشويه كاتراكت بسيطه قوي تعمل له عمليه ولا ما تعملوش وليه؟ التفكير من غير مذاكره. ها؟ برافو عليك. في حد يقول اعمل له؟ ها؟ شكلك انت عايز تعمل له يا دكتور انت هتعمل له صح؟ لا؟ رغم انك كنت نايم برضه مش هتعمل له؟ يبقى مش هنعمل عمليه لواحد مش 6 على 12 لغايه 6 على 18. الاجابه صح طبعا. ليه؟ ليه؟ العمليه اخطر من ان هو يعني انا دلوقتي ما اعمل عمليه مش هيبقى فيه دايركتريك باور وهيبقى ساعتها يعني هيبقى فيه مشكله اكبر. ايوه برافو عليك. هي اهم حاجه الاكومديشن. هي انا بالاضافه طبعا لمخاطر العمليه والتخدير و و و وكل ده كله ها اي عمليه لها مخاطر اي عمليه في الدنيا لها مخاطر انما اهم حاجه ان انا هيفقد الاكومديشن والطفل ده محتاج اكومديشن اللي هو اغلب حاجته يا اما بيلعب يا اما بيذاكر يا اما بيعمل حاجه من قريب فايه مش معقول مثلا عيل صغير زي ده يجي يقرا يطلع نظاره القرايه ثانيه واحده بس قبل عشان اللي شايف الكراسه نظاره القرايه لا او نلبسه نظاره باي فوكال زي بتاعت العواجيز او يعني عارف قصدي لو 6 على 12 بنظاره عاديه خالص او من غير نظاره وعنده اكوموديشن يبقى خير وبركه ما يعملوش العمليه تمام يبقى اعمل عمليه لو هو الفيجن مثلا 6 على 36 6 على 6 6 على 60 ده كده في حاجات مش هشوفها على السبورت انما الاساسي ان انا بحافظ له على الاكوموديشن تمام؟ طيب افرض بقى ان هو ما بيجيبش 6 على 12 ولا 6 على 18 وان نظره ضعيف جدا اقل من 6 على 60 وده لازم يتعمل له عمليه. سواء لما استنينا بقى سن المدرسه واستلم النظر او سواء هو صغير جدا ومش عارف لا بالدايركت ولا بالاندايركت ولا بس شكلها توتال. افترض ان احنا بنتكلم على واحد توتال اوباستي وفيري دانس اوباستي ولازم عمليه. العمليه بتتعمل ازاي؟ بتعمل ازاي؟ في خطوات كده عايزك تعرف البرنسبل بتاع هذا الطفل اللانس اللي جوه عينه دي بالظبط شفتها هيكون سهل جدا عكس الراجل اللي عنده 60 70 سنه اللي عنده نيوكليس لازم قبل ما اشفطها لازم افتتها جوه العين او الطرق الاقدم شويه ان انا اعمل فتحه كبيره عشان اطلع النيوكليس اللي هي بذره السمره انت لو عندك بذره ما ينفعش تشفطيها لكن لو عندك حاجه سوفت كورتكس تقدري ايه سهل ان هو يبقى انا عشان اعمل اشيل اللينس دي لازم الاول اعمل فتحه صغيره في العين صغيره جدا في العين وبشتغل تحت مايكروسكوب تحت السيرجيكال مايكروسكوب ما اقدرش اعمل العمليه بعين المجرده فتحه صغيره جدا حوالي 2 مللي او 2.5 مللي في البريفرال كورنيا اسمها كلير كورنيا انسيشن جاست انسايد ذا ليمبس كلمه ليمبس هي الجنكشن بين السكيرا والكورنيا والليمبس باللاتيني يعني بوردر يعني الحدود بين الكورنيا والسكيرا اسمها ليمبس
عملها جاست انسايد اللينس، فتحه صغيره جدا، والفتحه دي بتبقى فالفيولر، بمشي شويه جوه الكورنيا كده حوالي 2 مللي جوه الكورنيا بحاجه اسمها كيراتوم مشرط تراينجل مثلث، بمشي بيه شويه جوه الكورنيا وبعدين بفتح على الاثير تشامبر. فالفيولر انسيجن ما بحتاجش خياطه في اخر العمل، دي بس بتدخل لي مدخل عشان اوصل لايه؟ للكاتر. طب عشان اشتغل اوسع البيوبل ولا اشتغل من خلال البيوبل الضيقه؟ لازم يكون موسع البيوبل. فانا موسع البيوبل وقدامي بقى ايه؟ الانستيريور ولا البوستيريور كبسول؟ الانستيريور كبسول. يبقى انا لو عايز اشيل محتويات اللانس دي، عايز اشيل محتويات اللانس، تفتكروا لما هشيل الكاتركت تفرق معايا اشيل اللانس كلها على بعضها كده بالكبسول بكل حاجه، ولا انا محتاج احافظ على الكبسول؟ ولو عايز احافظ عليه احافظ عليه ليه؟ شغل مخك كده عشان ما تحفظش. لا ممكن ده في الشخص الطبيعي، بس اللي عنده كاتر كان خلاص يشيل يشيل اللانس كلها، مش هيفضل يجري الكبسول الاسيستي في المكان اللي دي مش محتاجها. دكتور ممكن دكتور ممكن احافظ عليه عشان لو عايز احط مكانه لانس؟ برافو عليك برافو عليك، لان الكبسول ده هو احسن مكان احط فيه اللانس، لان لو شلت الكبسول ده ما اقدرش احط اللانس على الفيتريس هتقع، والبديل التاني انا احطها على الايرس، الايرس ده مش المكان اللي ربنا خلقه ان انا احط اللانس عليه، احيانا بلجا له في ظروف قليله جدا، بس بالذات في الاطفال ما ينفعش، يعني في الكبار ممكن وانا ايه ما عنديش اي اوبشن تاني، كبار قوي في السن او جيل 70 80 سنه ماشي، انما طفل احط له على الايرس لا موجود. فلازم احافظ على الكبسول بتاعت اللينس عشان ده المكان اللي هحط فيها العدسه الجديده اللي هتبقى بديله للكاتركت اللي انا شلتها. اللي قلنا اللينس دي من وظائفها انها ريفراكتيف ميديا. ريفراكتيف ميديا لو شلتها العين هتفقد الريفراكتيف ميديا، لازم البسه نضاره سميكه جدا، وده احنا مش عايزينه. فلازم احافظ على ايه؟ الكبسول. طب انا عشان اشيل محتويات الكبسول لازم افتح فتحه في الانتيريور كبسول، الفتحه دي اسمها انتيريور كابسول ريكسس. معايا؟ عملت الاول فتحه في الكورنيا، هوريكم فيديو بس عامل فتحه في الكورنيا، دخلت منها وبعدين عملت انتيريور كابسول ريكسس. بعد ما فتحت الانتيريور كابسول اقدر ان انا اشفط كل محتويات اللانس، الكورتكس والنيوكليس وكل حاجه لانها سوفت، احنا بنتكلم في طفل مثلا عنده سنه او ست اشهر. الحاجات دي سوفت ولا مش سوفت؟ سوفت. اقدر اشفطها كلها بسهوله. بعد ما شفطتها بقى عندي بقيه الكبسول، انا مجرد شايل حته من الانتيريور كبسول لكن بقيه الكبسول كلها عندي، فانا كده جاهز ان انا ازرع الانترو اوكلر لينس. تعالوا بقى نفكر نظريا كده، لو انا زرعت الانترو اوكلر لينس في الكبسول ده ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل؟ ما زال في حاجه اسمها ايكواتوريال سب كابسول ابيثيليوم. الطفل ده في الطبيعي الخلايا الميكروسكوبيه دي اللي انا قلت لكم في الميكروسكوبيك اناتومي في حاجه اسمها سب كابسول ابيثيليوم لايننج الانتيريور كابسول والايكويتور، قلت لك الايكويتور هو اللي بيسكريت اللانس فايبرز. خلاص اللانس سيلز والفايبرز دي هتبدا تبروليفريت، ده طفل صغير، فاللانس دي هتبدا تبروليفريت وتعمل لي لاير على البوستيريور كابسول. انا شلت اللي موجود بس هي الخلايا الاصليه موجوده فبتبروليفريت وتعمل لي لاير على البوستيريور كابسول. اللاير على البوستيريور كابسول ده في اللينز وهي مفتوحه والايكوس داخل جوه بتوبسيفاي ميديت، فتعمل لي بوستيريور كابسول بس او افتر كابسول عشان ما يشوفش، فادخل عمليه تاني ان انا عشان اشيل الكلام ده. طب ما انا عارف ان ده هيحصل فمش عايزه يحصل، فبعمل ايه؟ انا عملت فتحه في الانتيريور كابسول، انا فتحه بس اصغر شويه في البوستيريور كابسول عشان الخلايا دي ايه؟ ما تعتمنيش السكه ورا اللينز. كويس؟ مش بس كده، لو انا عملت فتح في البوستيريور كبسول وخليت ورا البوستيريور كبسول على طول في ايه؟ احنا قلنا اللينز دي بين سيتويتد بين الايرس والفيتريس، وراها على طول في الفيتريس. لو الفيتريس فيس الوش اللي ممكن من الفيتريس موجود، الخلايا دي ممكن تنمو على سطح الايه؟ الفيتريس. فلازم انا اشيل جزء من الانتيريور فيتريس عشان الخلايا دي لما تيجي تنمو ما تلاقيش سطح ايه؟ تنمو عليه. وتفضل الفيجوال اكسس كلير. انا هوريكم استنى الاول بشرح لكم الفكره وبعدين بقول. يبقى عملت فتحه صغيره تحت الميكروسكوب في البريفرال كورنيا، عملت فتحه مدوره في الانتيريور كبسول اسمها انتيريور كبسول ريكسس، ريكسس يعني توتير، يعني انا قطعت كده بال، فعملت فتحه في الانتيريور كبسول اسمها انتيريور كبسول ريكسس، وبعدين شفطت محتويات اللينس، وبعدين عملت فتحه اصغر في الانتيريور كبسول، وبعدين شلت جزء من الانتيريور فيترس يبقى اسمها انتيريور فيتريكتوم. اكتوم يعني تشيل زي ابندكتوم كونسلكتوم. انتيريور فيتريكتوم يعني بقول لك يعني ايه انتيريور فيتريكتوم؟ يقول لي تو ريموف بارت اوف ذا انتيريور فيترس، مش محتاجه حفظ. تمام؟
كده بقيت جاهز ان انا ازرع الانترا اوكيلار لينس عدسه مصنوعه صناعيه تتحط مكان الكاتاركت اللي انا شلتها. الانسيجن اللي انا عملتها الكاتاركت اللي انا عملته ده صغير جدا وفالفولر، يعني لو الضغط جوه العين زاد الفالف ده يقفل، بالتالي مش محتاج خياطه وغرز في اغلب الاحوال. احيانا ممكن اغلب الاحوال مش محتاج. يبقى هوريكم بقى اللي احنا قلنا عليه. دكتور قول يا باشا انا سامعك. لو الطفل اللي هو عنده اللي هو النظر بتاعه 12 6 على 12 او 6 على 18 ده انا ما بحتاجش اعمل له العمليه، بس هو الموضوع ده مش هيزيد مع الوقت؟ بص للسن ده ما احتاجش حاجه، يبقى انا في الوقت الحالي اللي انا باخد فيه القرار مش محتاج. بقول للمريض انت هتتابع معاه بعد 6 شهور او بعد سنه، او لو لاحظت بقول للاهل لو هو لاحظ ان هو في المدرسه او في البيت في التلفزيون مش شايف كويس تجيبه لي ابص واقيس له نظر تاني واشوف له، بس ربما تكون زادت. لو زادت يعني هي ممكن تزيد بس انا برضو هفضل ماشي بالجايد لاينز بتاعتي. لو ما زادتش السنه اللي بعديها واللي بعديها 6 12 كده مش هعمل له شلس. فكرت بعد سنه او بعد 6 شهور او بعد سنتين زادت واصبح مش شايف يبقى لازم اعمل، يبقى خلاص انا ماشي على الجايد لاينز. ما بعملهاش في النظر الكويس ده عشان احافظ له على اكوموديشن عشان ما اعرضوش لريسكس، لان اي عمليه زي ما اتفقنا هي يبقى الخطوات طبعا الانسجن المفروغ منها. يعني الانسجن بص صغيره ازاي؟ الصوره دي تحت مايكروسكوب. اوكي؟ الانسجن قد كده اهي، بمشي 2 مللي جوه الكورنيا وبدخل الجهاز بتاعي. هوريكم بقى الكابسولاريكسس والاسبيريشن بتاعت اللانس. و لو هي التوتال كانت بيضه ما عنديش ريد ريفلكس لانها اوبيك كلها، فالريد ريفلكس هيعدي منين؟ مفيش حته هيعدي منها. والكبسول ده رفيع جدا، فعشان اسهل نفسي اشوفه في حياه التوتال كاتراك وذر كونجنتال او سيناين بصبغها بعمل لها ستيننج بدايه. دي لونها ازرق اللي هي على اليمين دي. اوكي؟ الواسع اهي وانا شغال تحت الميكروسكوب والانسجن الصغيره بتاعتي ايه؟ انا داخل سن السيستوم اللي هو زي سرنجه الانسولين دي بتنيها عشان تبقى حاجه ستيرايل وشارب. فاتنيا عشان الشارب ايدج ده افتح بيه اعمل بانكشر في الانتيريور كبسول واعمل بقى دايره كده داير زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي حالا. هي الانتيريور كبسول دي اسمها الانتيريور كبسول ريكس. شايفين الكبسول بقى عايمه ازاي في الانتيريور تشامبر وتحتيها الوايت كاتر. شايف؟ الفانكشر عملتها بالنيدل، بعد كده بدخل بفورسبس. فورسبس رفيع جدا جوه العين تحت الميكروسكوب والف بيه داير ازاي. شايف انا ماسك الكبسول ازاي؟ اسمها anterior capsulorhexis. الخطوة دي تتعمل في الكبار أو الصغيرين. من خلالها بقدر أشفط محتويات إيه؟ اللانس. أنا جايب يعني حاجة ستين برضه عشان تبقى واضحة بالنسبة لكم. باين قوي الكبسول. دكتور دي توتال كاتاركت صح؟ دي توتال كاتاركت، وايت كاتاركت. كنت بمسك حته من قريبه من الفيرنج ادج لغايه لما اخلصها كلها، لو لقيتها صغيره في قرب الاخر ممكن اوسعها سنه او ان انا اخد لفه كمان، يعني زي ما هتشوف دلوقتي ممكن اخليها تبقى اكبر من كده سنه اذا حبيت. بس دي بمسك من قريب من الفيرنج ادج عشان يبقى عندي كنترول بيتر كنترول عليها. مش حته طويله كده عشان تبقى انت ايه متخيل كل حاجه سهله كده. ودي فتحه في الانتيريور كبسول اسمها كابسولوريكسس. من خلال هذه الفتحه انا بشيل محتويات الكاتراك، ها، ومن خلال هذه الفتحه بزرع الايه انتر اوف ذا لينس. تمام، ادي كده دي بقى اللينس تحت. ده راجل كبير ففي نيوكليس وفي كورتكس وفي كل حاجه. اوكي Thank you.
الاكس يعني هقفل بعد شويه في الفايل باوربوينت وافتح لكم الفولدر بتاعي. بس بعد ما بشرط بقى محتويات اللينس كلها حاجه اسمها تيكو اسبيريشن، انا بدخل الجهاز يشرط وفي نفس الوقت في اوديجيشن حواليه. الاوديجيشن دي ممكن تكون من نفس الجهاز او من سيبريت كاميرا، عشان لو انا بشفط بس من غير معوض اللي بشفطه لقيت كولابس، لازم في اريجيشن وفي اسبيريشن. تمام؟ يعني انا شفطت كده المحتويات كلها وفتح الكنترول وكل المحتويات اتشفطت، وبالتالي ظهر لي ريد ريفلكس ما عنديش حاجه اوبيك، ظهر لي ريد ريفلكس تاني وعملت سمولر بوستيريور كابسولار اكسس من خلال الفتحه الصغيره اللي ورا دي، شفت جزء من الايه؟ الانتيريور فيتريس، وبالتالي هسميها انتيريور فيتراكتومي. تمام؟ يبقى كده الخطوه اللي جايه ايه؟ زراعه الانتيريور لاند. بص الانتيريور لاند دي داخله بالانجكتور. خلاص ده فولدبل لاند معموله من فولدبل ماتيريال عشان ما ادخلهاش فتحه كبيره. فبحقنها تدخل فولدز وبعدين انفولدز بتفرد جوه العين. فالدايمتر بتاع الاوبتيك 6 مللي. الفتحه اللي بدخلها منها 2.2 2.2 مللمتر. اوكي العكس دي معموله بماده الاكريليك. اوكي ليها اوبتيك وليها تو هابتكس. الاوبتيك اللي هي السنترال بارت والهابتكس اللي يخليها ما تلقش، يخليها ستيبل. اوكي بص عليها تاني اهي. فانجكتور اللانس داخله جواها بتبقى فولدد عشان ما كبرش الانسجن. تدخل بالانسجن الصغيره جدا. And then it unfolds inside the eye. The diameter بتاع الاوبتيك 6 مللي with overall diameter بالهابتكس 12 مللي عشان تبقى stable جوه الكابسولر باك. اللينس دي تقبين الانتيريور كابسولر ليف والبوستيريور كابسول جوه الكابسولر باك. معايا؟ ودي الاي او ال امبلانتيشن. اوكي ده المنظر بعد الامبلانتيشن. ده خلاص اللينس جوه الكابسولر باك تمام وما خدتش اي ايه؟ ما خدناش اي غرز خلايا. الفتحه 2.2 مللي شلت منها الكاتراك وزرعت منها الاستراكتور لينس. استفدت ان هو فولد بالماتيريال، ما احتاجتش افتح فتحه على قدها. لو انا اللينس دي مش فولد زي زمان لازم افتح لها 6.5 مللي عشان ادخل ال 6 مللي. دلوقتي انا 2.2 بخليها جوه انجكتور بضرمها كده واتنيها تدخل وتتسرد جوه. تبقى دي عمليه ايه؟ الكاتراك سيرجري في الاوتسايد. الخطوات الاضافيه في الكونجنتال او الديفلوبمنتال كاتراكت هم خطوتين مقارنه بالكبار. اللي هم بوستيريور كابسولار اكسس ومعاها بوستيريور فيتريكتومي. صح هم دول خطوتين اضافيتين في الصغيرين عشان امنع افتر كاتراكت او بوستيريور كابسولار كاسيفيكيشن عشان الخلايا ما تلاقيش سكافولد او ما تلاقيش سطح تنمو عليه. هتيجي تنمو هتلاقي مفيش بوستيريور كابسول متشاله في النص ومفيش انتيريور فيتريس فهتقف. اوكي وبالتالي العين يفضل شايف عنده كلير ميديا. لو ما عملتش كده هيحصل اوباستي، فلازم اتدخل يا اما جراحيا في الكبار. بس الكبار الاحتمالات قليله جدا. لو ناس كبار ليه ما بعملهاش في الكبار؟ هتقول لي طب عشان البروفيشن اقل بكتير جدا وارده لكن احتمالاتها قليل قوي يعني ما تزيدش عن 10%. واذا حصلت في الكبار بقدر اعد العيان على جهاز اسمه ياج ليزر واعمل فتحه بالليزر بدل ما ادخل في عمليات. ولكن طفل صغير عنده سنه ما ينفعش اقعد على جهاز واقول له افتح عينك ما تتحركش، فلازم انا ايه واخد بروفيلاكتيك من قبل. لكن الكبار انسدنس قليل، لكن اذا حصلت علاجها سهل عن طريق ياج ليزر. يبقى الخطوه الاضافيه في الصغيرين هي البوستيريور كابسولار اكسس والايه؟ والانتيريور فيتراكتومي. ايه الخطوه اللي في الصغيرين ما بتتعملش لكن بتتعمل في الكبار؟ الصغير ما عندوش هارد نيوكليس فبالتالي مش محتاج افتت بالالتراساوند. انا بشفط بس، لكن الكبير عنده نيوكليس عنده بذره عنده نيوكليس لازم افتتها الاول بالالتراساوند وهوريك بتتفتت ازاي ان شاء الله المحاضره الجايه. افتتها الاول وبعدين اشفط. هنا ما فيش حاجه تتفتت فشفط بس عشان كده اسمها فيكو اسبيريشن. لكن الكبار اسمها فيكو ايمالسيفيكيشن. ايمالسيفيكيشن يعني انت ايه بتحولها الى حليب او بتفتتها. تمام بس احنا كده خلصنا النهارده والمره الجايه ان شاء الله هنتكلم بقى عن السيناريو اللي بقى كان في اي اسئله؟ هو الاكل ازاي؟ مش حاطط حاجه؟ عباره عن ميتال تيب هارو. ميتال تيب بتتحرك بسرعه 40,000 مره في الثانيه ده الالتراساوند. هارو ميتال تيب
بتتحرك في الحركه باك اند فورث دي او ساعات تبقى الحركه بروشنال بتفتح اوكي الهولو نيدل التجويف اللي جوه النيدل ده هو اللي بيشفط المحتويات اللانس اللي احنا فتحناها سواء هي كانت هارد فتحناها وبعدين شفطناها او هي من الاول صفت وبنشفطها على طول النيدل دي بتحوطها بسليف برابر سليف الرابر سليف دي في فتحتين في الجنب متوصلين بإيريجيشن بابل بستيرايل لاكتيت لينجر عشان يعوض ان انا بشفط هتاخد بالك السليف دي هنا في الجهاز ده لونها اصفر دي فتحتين في الجنب جوه السليف دي في الماتل تيب اللي هو بيتحرك والتجويف بتاعه بيشفط المحتويات انا بس بشرح لك قبل ما نشوف ادي يا ستي اسمها فيكو اسبيريشن مفيش ايماسيفيكيشن ده صفر اوكي دخلت جوه العين من خلال التو مليمتر انسيجن اللي فتحتين اللي بيطلعوا النيوكليس والهولو نيدل دي بقى ايه بتشفط هو الجهاز برضو يقدر يحفر بس هنا طبعا زي ما بقول لك صفت هو بيحفر بمنتهى السهوله اوكي وعمال يشفط المحتويات اهو انا داخل من خلال انتيريور ايه ريكسس شايف بيشفط ازاي المحتويات دي اسمها فيكو اسبيريشن مفيش ايماسيفيكيشن ما عنديش هارد نيوكليس في الحاله ودي برضو ان اديتد يعني مش متمنتجه دي الديوريشن الطبيعيه بتاعت الحاله واخدين بالكم في الحاجات دي بتطلع الاديشن دكتور والميتال تيب اللي هو بس هو اللي بيشفط دكتور لو بشفط بس من غير اريجيشن العين ايه تكولابس فلازم انا اعوض اللي بشفطه عن طريق الاريجيشن لازم اريجيت بحاجه تبقى ترانسبيرنت كلير ستيرايل ما ينفعش اي حاجه ما ينفعش امام الحنفيه ما ينفعش لازم حاجه ستيرايل معقمه عشان داخله جوه العين دكتور اللي بيتهز تحت ده اللي هو البوستيرو كبسول اللي ورا خالص البوستير كبسول وقدامه لسه في لايرز كورتكس كويس اللاير الكورتكس دي بعد كده هشيلها بقى بس الجهاز تاني مش الجهاز الفيكو هتشيلها باي مانيوال اريجيشن اسبيريشن ان شاء الله ربنا يخليك سوا لكم ايه الحاجات شايف الانسيجن اللي انا داخل منها 2.2 من 10 خلاص في اي اسئله